السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أبو هيرو يوتيوب كذا كده أول إنسان أبو هيرو سيد عالم التقانين حنسلي هاي حيران كلام غنين دمان حنسلي أصحاب تيدا وصلى الله عليه وآله السلام يا وحن عادي عاد وجه على هذه رجلين تينا وحتى ينفهم الكيجة ما دام فهم الكيجة تهين وحبضا وحيابان أنا يسوف كده يعني سوق بيا ما أنت وحنكو عن سذي إن عن فكرة أدينك أدنيهن عن سوق بيا مركا اللي فكرة أدينك أدنيهن عن سوق بيا وحن ربع ما أنت إن أنا إذا ويديو قد بدأ أوج عشين قناة كي أنا كسر قد بيا أنا يصير عيل ده وحاسو قد بيا في الإيمان وحاكلن سو قد بيا رياكشن وصير هذا الرياكشن أيام سمية وصير تقول تقارنين لكن ما أنت وحاسو زيادة فكرة أنا سلية فكرة هي قدن ويكون عكسن تاعي حدي أنا يصير هذا وتسو قد بيا إنسان ما تقارن في الدرس دابا حاسلي واطق انا وادين كان عندي رجليها ضدك دي رجليه ضدك عن حقوق هاي ضدك كلي عن اوغاهي ان ان مالنتود او قرخين كرو اما ان كفرحي وادين كان سومانت وحن سو فكره وحي تهي اني سيدا عاديك او تقانين برنامج شدا سو غبيو اها رياكشن فلو فيليمان شوت ان كستاندرات دي شيغو ليبر در رمضان كي سو دو فيليمان اسك ديني احنا سمايا ربا لكن انت لا غارين كوره ايا وحان ربي ان ان اذن ويديو وحيالها أوجع شيء القناة كي عم كسر بديها من رأكشن كده جوع شيء هنا صوب بديها وأخذ بكوة ما شوت فيلم كده قلت قانين عن صوب بديها وأخذ بكذا بعد ما فلوجيا عن صوب بديها وأخذ بكسر دهات أو تسدها لس قذب أدين كأيام أدين دافعي وحان رواين أتكم إن تيجي يوصل قرتن فكر دها أدين كذي كده حبوا حياة وحاطر أنا أبو بعنا قفل بو أدين كميت فكرة بو إسلية هاي حتى أبوك كاس إياه ونعكسن بوي هسول بدي بوي هيرو إن أتكم إن تيجي يقول هبتو وحان بلقادي دوانا قفل بكم إن تيجي سينان أخليو قفل بني فكرة ديسة عن سامي أبو إله إله وش أقول بو ونعكسن مركي أنكر يا وحيا راح هنكا مانا آمن سنين واحد من أهورتي سوق بدي نيسان واحد ونعكسن إياه وقاينا دي سوق بدي نيسان وحان إذن بلقادي دوانا قفل بو فكرة دي إيسو بدي حال أبوكو إيسو بدي الواحد ونعكسن قلبيين كده حقوه حي إن الندور بخارم دوانا وحن الكسر سمي إلى هذا أن كسر سمي لهم تاسوا من الكل من ده ما أنت ماشى أوفى ديانا وحيت هاي مع دائما فكرة بدل أن أنا جلي هاي من يدين سوق الدين جري وحن سوق فكري وحن ربع مقالدة وهو رأي هذا أن سوق الدين دونا جلوينك وهو رأي إن أنا أروي فكرة دي هنا يرأي هنا قفل قف كي شاط فيلم فكرة دي هاي قف كي وحن أنا يوسا إدير وفكرة دونا تسمى يدك كورنا وحكي فائدة يان هايو qofki idaahay reaction ka soo badii oo reaction ki yahayo qofki ila short film ka soo badii fikradaha soo dhan oo adin kale leeyihiin waan aruurin doonaa qof walba comment is waan akhrin doonaa waan kaga soo jawaabi doonaa fikrad walba wanaagsan oo isoo gudbisan ilaahay ma boqol kun ahataan boqolkiina kun waxaan balan qaadaya qof walba fikradiisa inta rabtahay uu qaadato inaan soo sameyn doono hadii aad fikrad film isoo gudbisa fiican aan soo sameyn doono hadii aad fikrad reaction isoo gudbisa fiican aan soo sameyn doono hadii fikrad aad isleedahay dhanka diininka ama diiniyan ama wax laga faa'iidi karo soo gudbin doono hadii aad isleedahay fikrad tilmaan fiican bixinaysa ee dadka ay wax ka faa'iideeyaan laftirkeed in aan soo gudbin doono ka soo sameyn doono sida aad ii tilmaantay wax laga soo sameyn doono taas ayaan balan qaadi doonaa maanta marka waxaan rabaa ka bilow maanta isbuucaan oo dhan commentigiina ayaan aruurin doonaa muuqaalkan markuu idin soo gaaro qof walba commentigiisa ay ugu soo qoro sida qurux badan ama wuxuu ka helay reaction ha noqoto ama fikradeyga wuxuu ka helay ama fikradu asaga markaas hayo isleeyahay maanta fikradan adiga ayaa iska leh ala soo gudbiyay qof walba waxaan ku xusi doonaa fikrad walba qofkaas ii soo qoro markaan sameeyo in uu yeeto salaaha fikradaas qofki iska leh kaliya aan ahay aniga waa sameeyay balse qofki iska leh in aan ku xusi doono magaciisana aan ku bilaabi doono aan ku qori doono ayaan balan qaadayaa marka qof walba waxaan sugayaa fikraddiisa wanaagsan iyo waxa uu yahay waxaa inoo balanaa isbuucaan oo dhan commentigiina aan aruurin doonaa muuqaalkan markuu idin soo gaaro qof walba waxaan ku amaani doonaa aan ku xusi doonaa fikraddu soo gudbiyay qofka iskale inuu qofkaasi yahay hebel hebel ayaa fikraddan ii soo gudbiyay filinkan aan ka sameeyey hebel hebel ayaa fikraddan ii soo gudbiyay igu yiri bulshada inaan gaarsiiyo ayaan ka sameeyey fikraddiisa hebel hebel aan iskale aan hebel hebel ayaa wuxuu iga codsaday in aan badiyo reactionka hebel hebel ayaa fikraddaas iskale qof walba fikraddiisan soo qaadan doonaa waana sameyn doonaa intay rabtaa ayuu qaadan waxaan leeyahay intaas ayaa inoo balan commentiga ayaa inoo balan muuqaalkan hadduu kusoo gaaro like share subscribe muuqaalkiina sii dheereeya ma rabo
sidaad horey taqaanin waa boo hiro haddaad hore boo hiro ugu xunoodo ila joogtayna waad ku mahadsan tahay haddii aad igu cusub tahayna sheer garee muuqaalkan like share subscribe waxay inoo ballan muuqaalkan muuqaal ku xigeeyo next video assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aad ayaan idiin jeclahay bye bye